الحمد لله. المهم هو ثلاثة النقاط. البنات اشتغلوا مع الطاقم التقني مدة هذه على ما يقارب 45 يوم، دونك داك لي شيما وداك لو سيستيم دو جو اللي بغينا نشوفو لقيناه اليوم. الفريق يلاه بدا في هذه الدورة الأولى. الحمد لله كرة القدم النسوية بدات تتطور في البلاد ديالنا، وهذا الشيء كله بالمجهودات ديال الجامعة وديال الاستراتيجية اللي برورتها الجامعة كذلك باش تنهض بكرة القدم النسوية. تنشكر اللاعبات على القتالية ديالهم وعلى تطبيقهم للتعليمات وعلى الروح ديالهم وكذلك روح المجموعة. كاين هناك طاقم تقني الحمد لله اللي تنشكروا، كاين لا من حراسة المرمى لا المساعدين لا بالنسبة للطاقم الطبي ولا المرودين وكذلك المدرب اللي كيشرف على هذا الفريق. واحد شوية الحماس والنفس في المقابلات القادمة. حنا الحمد لله اليوم تأتنا انتصار رغم أن لقينا صعوبات ولا سيما في الشوط الأول مع الفريق اتحاد طنجة اللي تنهني تو على المقابلة اللي أدى. كانت مقابلة جميلة، تنشكر اللاعبات ديالي ولا الطاقم التقني ولا الطاقم الطبي ولا الرئيس اللي تيساندونا. هذه بداية، بدأت بداية خير يعني فيها 3 بوان. نتمنوا على المقابلة القادمة تكون حتى هي فيها 3 بوان، ورغم أن حنا عرفنا ربما البطولة هذا العام إن شاء الله تكون صعيبة فيها 4 ولا 5 الفروق اللي عزوا بلاعبات يعني في المستوى. نتمنى على الله يكونوا وكما قلتي نتمنى على الله حنا المستوى ديال الكره النسويه يطلع. حنا ماشي نشوفوا الفريق الوطني ادى واحد الصوره جميله في كاس افريقيا نقولوا صافي راه حنا ولات عندنا البطوله جميله، ولا راه نفس اللي بقى الفرق ربما اللي بقات عندهم اللاعبات هما اللي بقاو، خص غير العمل غير الاشتغال وان شاء الله يكون خير. نتمنى ورغم اننا ما لعبناش حنا في الملعب ديالنا نتمنى والله يجيو الجمهور، هذا تيعطي واحد الدافع قوي للاعبات باش يؤدي واحد المقابله هي جميله، ونتمنى على الله يكون انتصار. احنا دابا حنا ان شاء الله ما يدخل في اوه راه شوف بلا ما تستعد نفسانيا تيكون لا اللاعبات ولا الرئيس راه تيكون ذاك الحماس وتكون استعداد وتتكون ديك الهضره والكلام خصنا نربحوا الرجاء. تيشوفوا تتخيلوا ان الرجال لاعبين بين الوداد والرجاء وذاك الجمهور تيقول لك تما كما قلتي حنا نتمناو على الله يجيو الجمهور ويساندونا وتكون المقابله جميله ونربحوا ان شاء الله. الكره النسويه غدا ان شاء الله مزيان في المغرب هذا العام، وحنا شفنا المستوى ديالنا مع الفرق اللي في بروميان سيري حيت كما شفتوا الوداد يلا بدات هذا العام ويلا تجمعنا ما كامله الشهر وقدرنا نفوقوا على فريق طنجة اللي من شحال هذه هو مجموع، والحمد لله مازالنا نعطيو الكلمه ديالنا في البطوله وطروا بوا يلا البدايه وما كرهناش وما عرفتش يعني كاين جمهور مقليل شويه وما كرهناكم تجيو تشجعونا كيف ما كتشجعوا الدراري وديما وداد.